مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الإشراف التطوري. هذه الحلقة أعتبرها حلقة مهمة ومحورية في سلسلة حلقاتنا. في هذه الحلقة سأجيب على سؤالين مهمين وأساسيين. السؤال الأول: ما هي أول خطوة في الإشراف التطوري؟ قام الإشراف التطوري على مجموعة من الافتراضات، كما ذكرت ذلك سابقا، لكني ركزت على افتراض واحد اعتبرته افتراض جوهري وأساسي للإشراف التطوري، وهو أن المعلمون راشدون ومختلفون. المعلمون راشدون ومختلفون، وذكرت أن كارل غليكمان ركز على نوعين من الاختلاف: الاختلاف في المستوى، في مستوى التفكير التجريدي للمعلم ودافعية المعلم. وبالتالي فإن أول خطوة في النموذج التطوري في الإشراف هي قياس مستوى التفكير التجريدي للمعلم. هذا أمر منطقي، قياس مستوى التفكير التجريدي للمعلم وتحديده بدقة وتصنيفه ضمن أحد المستويات الثلاثة: إما تفكير تجريدي مرتفع، أو تفكير تجريدي متوسط، أو تفكير تجريدي منخفض. وهذا لابد حتى نتمكن من تحديد الأسلوب الإشرافي المناسب للمعلم. هل سنستخدم معه الأسلوب المباشر أم التشاركي أم غير المباشر؟ وهنا يطرح سؤال مهم: كيف يمكن للمشرف تحديد مستوى التفكير التجريدي للمعلم؟ أولا وقبل أي شيء، أمر مهم جدا وضروري، يجب أن يعد المشرف التربوي إعدادا جيدا ويؤهل تأهيلا مناسبا في عدة مجالات، من أهمها علم نفس الكبار، نماذج إثارة الدافعية، نظريات الذكاء والقدرات العقلية، نظريات الإدارة والقيادة التربوية، حتى يكون بمقدور المشرف التربوي استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاختبارات العلمية والمقابلات الشخصية وتوظيفها في تصنيف المعلمين. ثانيا، ربما ويمكن للمشرف أيضا أن يفترض أن المعلمين جميعا من ذوي التفكير التجريدي المتوسط، وبالتالي يستخدم معهم الأسلوب التشاركي، وهو أسلوب صالح لجميع المعلمين دون استثناء، حتى يتعرف المشرف على مستويات التفكير الحقيقية للمعلمين عن قرب من خلال الممارسات والمداولات الإشرافية الفردية. سوف يدرك أن المعلمين ينتمون إلى مستوى تفكير تجريدي منخفض أو متوسط أو مرتفع من خلال الممارسة، من خلال القرب من المعلمين. ثم ذلك عندما يتعامل معه معاملة مباشرة يعرف مستواهم الحقيقي ويبدأ في تصنيف بناء على خبرته المباشرة معهم. ويمكن له أن يستخدم مجموعة من الأدوات، من أبرزها الاطلاع على تقارير المعلمين للأعوام السابقة، دراسة حالة هذا المعلم من خلال تقارير المعلمين، من خلال تقارير المشرفين، تقارير المديرين عنه، فبالتالي سيعرف مستوى التفكير، من خلال أيضا مجموعة من الاختبارات والمقاييس التي تستخدم لقياس التفكير التجريدي، وهي مقاييس واختبارات مقننة، من اختبار هانت، اختبار قياس الاستدلالات المنطقية، مقياس التفكير التأملي. ممكن يستخدم المعلم أيضا المقابلة الشخصية، وهي من أهم الأدوات. يقوم المشرف التربوي ويمكن أن يستعين بمشرف تربوي آخر بإجراء المقابلة الشخصية المباشرة مع المعلم، يفرض مع المعلم بغرض التعرف على مستوى التفكير التجريدي للمعلم. يطرح مجموعة من الأسئلة: كيف تحدد كمية الوقت التي تستخدمها في التدريس أو التي تحتاجها في التدريس؟ هل تدرس محتوى مادتك الدراسية الآن كما كنت تدرسها في الأعوام الماضية؟ هل هناك تغير في المحتوى؟ وهل هذا التغير أدى إلى تغير في أدائك؟ هل كيف؟ لماذا؟ كل هذه الأدوات تساعد المشرف على تحديد مستوى التفكير التجريدي للمعلم. ويمكن أن تجمع بين أكثر من أداة، يمكن أن تجمع بين أكثر من أداة وتضع لكل أداة وزن نسبي مناسب، ثم في الأخير تجمع هذه الدرجات ثم تحدد مستوى التفكير التجريدي للمعلم، ومن ثم تبدأ معه الأسلوب الإشرافي المناسب. في أمان الله.